اللقايا المهجنات الأصايل. نسير مع هذه الأسماء، ننطلق هنا ضمن إشارة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الرجل الذي وقف خلف كل نجاحات. شكرا لسموه على الدعم الكبير. نسير إلى المقدمة والصدارة، المركز الأول، هناك الصدارة ما شاء الله. المقدمة ناخذ اللي في المركز الأول، تأتي في هذه اللحظات أيضا هنا اللي هي اللي يروى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يتواجد مسري بن سالم بالعرض الحميري في عملية التضمير والتدريب، بينما ريماس من تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سعيد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، بينما هنا القادمة مسكته تأتي بشعار هجن العاصفة، ليتواجد هنا المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. الوصول في هذه اللحظات، الوصول من نشوة من هجن زعبيل، تأتي في هذه اللحظات. يتقدم راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد ليقدم هذا الاسم، كما قدم أيضا 4 أو 5 انتصارات في الفترة الصباحية. يقدم هجن زعبيل مع نشوة التي أيضا بدأت تغير الصدارة، بدأت تسير إلى المركز الأول هنا في صدارة هذا الشوط. أخذ المركز الخامس، اللي وصلت في المركز الخامس وصلت امتنان في هذه اللحظات من هجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير يضمرها، بينما المركز السادس وصلت الشاهينية من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري في عملية التضمير والتدريب. الاسم القادم الواصلة في هذه اللحظات اللي هي سيدة أيضا، أو هناك شواهين القادمة والمنطلقة من هجن الرياسة. سيتواجد احمد بن مايد الخيلي يقدم شواهين في هذه اللحظات، بينما هناك الشاهينية القادمة على المركز الثامن تأتي بشعار هجن الرياسة، ليتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري. الوصول في هذه اللحظات من الشاهينية على المركز التاسع لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان سيف بن علي بن حمود العويسي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز العاشر وصلت الشاهينية، أيضا انطلقت الشاهينية تأتي بهجن زعبيل، تنطلق بهذا الشعار الكبير. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد ينطلق ايضا يبحث عن الفوز والانتصار، يدفع بورقتين غاليتين، اي منهما الورقة الرابحة يا ابو سنيدة؟ العودة الى صدارة، العودة الى المركز الاول، اسير الى مقدمة هذا الشوط اللي غيرت الصدارة والمركز الاول. الله 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 الله، هناك هجن العاصفة تأتي لتقدم، هناك مسكته من هجن العاصفة، وهناك شاهينية لهجن الرياسة يضمر مسكته واثق حمد بن راشد بن غدير، وهناك المستحيل يضمر الشاهينية راشد بن محمد بسم المنصوري. الوصول من الشاهينية الأخرى القادمة هنا بشعار هجن الرياسة والمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. نشوة من الجانب الآخر تأتي بشعاري هجن زعبيل برفقة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب. وصلت امتنان من هجن العاصفة على المركز الخامس. يتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب، ولكن الوصول من الشاهينية سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان سيف بن علي بن حمود العويسي في عملية التضمير والتدريب. وصلت الشاهينية، انطلق الفيلسوف ليقدم الشاهينية ويقدمها بشعار هجن الرياسة. أحمد بن مايد الخيلي يأتي بهذا الشعار، هناك هجن زعبيل تقدم الشاهينية لتنطلق في هذه اللحظات، ويأتي هناك راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، ثلاثية رائعة على الكادر الأول. يا سلام، الله 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 الله، شوفوا الصدارة هنا، المركز الأول والثاني والثالث، ثلاثية رائعة أيضا هنا، شعار هجن العاصفة وشعار هجن الرياسة على المركزين.
الأول والثاني والثالث، وصلنا 1400 متر ولكن الصدارة مستحيلة مستحيلة. تتقدم في هذه أو مسكت بالفعل، مسكت لهجن العاصفة. يتواجد المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير ليقدم هذا الاسم، ولكن تحركات المستحيل مع الشاهينية هناك على المركز الثاني والشاهينية الأخرى على المركز الثالث. الله 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 الله، شوفوا اللي قادمه، شوفوا اللي قادمه. وصلت الشاهينية، وصلت في هذه اللحظات تحمل شعار هجن الرئاسة، ليتواجد الفيلسوف أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير والتدريب. وصلت الأسماء، دخلنا الكيلو متر الأخير، دخلنا كيلو الصراع، دخلنا كيلو السرعة، دخلنا كيلو الامتاع. ولكن هنا، هنا الصدارة، هنا المركز الأول. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، من تأتي على المركز الأول مسكته، مسكته على صدارة لهجن العاصفة، ليتواجد حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. هنا في المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن الرياسة، وهنا هجن زعبيل بدأت تتدخل. هجن زعبيل وصلت هنا لتنتقل من مركز إلى آخر، العودة إلى الصدارة، العودة إلى 400 متر الأخيرة وجولة الأوامر النهائية. يا سلام يا سلام يا الواثق، يا سلام يا الواثق اللي قدم هنا، اللي قدم مسكته، مسكته. ولكن وصلت، وصلت الشاهينية، هجن العاصفة وهجن زعبيل تتنافسان على المركزين الأول والثاني، مع أيضا دخولنا إلى المنطقة الأخيرة، منطقة الفوز والانتصار. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هكذا أيضا هجن العاصفة، ولكن وصول من الشاهينية، الشاهينية وصلت. الله 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 الله، وصلنا منطقة الثيل، وصلنا المنصة الرئيسية، ولكن الشاهينية، الشاهينية، الشاهينية ومستحيلة، الشاهينية ومسكتة، الشاهينية. تهانينا والناموس لهجن زعبيل ولمالكها سمو الشيخ راشد مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مسكته، وصلت لهجن العاصفة. المركز الثالث، هناك الوصول من الشاهينية من هجن الرياسة. والمركز الرابع، هنا دخول ايضا من شعار الشاهينية لهجن الرياسة. اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا مشاهدين الاعزاء، هذه هي الشاهينية لهجن زعبيل، 7:33.7 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن زعبيل والى مالكها سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. والتهنية ايضا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت فيهم سكتة من هجن العاصفة وقطعت المسافة في 7:33.8 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنية للواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث كان الوصول في ثالث المراكز هنا، والدخول بعد المنافسة الرائعة والجميلة في هذه الأمسية. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، تأتي الشاهينية من هجن الرياسة. تهانينا والناموس، 7:37.4 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لأحمد بن مايد الخيلي.